يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يتهاون في الأخذ من اللحية ويحتج بأن المسألة خلافية بين أهل العلم، فهل لهذا القول حجة؟ الله الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإكرامها وإرسالها، والأحاديث في الصحيح كلها لا يجوز أخذ شيء منه، لأن هذا يتنافى مع التوفير والإعفاء الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وخلاف العلماء ما يبيح لك الشيء هذا، ما دام تعلم أن القول الثاني أو الثالث ما عليها دليل فلا يجوز لك العمل به. نعم.